السؤال اللي بعده. بلدة دال تقع على بعد 30 كيلومتر شرق محطة البترول. ها هون يعني إذا بدون رسم ما أتوقع أن تحل السؤال. بلدة دال تقع على بعد 30 كيلومتر شرق، شرق يعني يمين، يعني عندي هون نقطة وهنا شرق، هاي شرق كويس. بلدة دال تقع على بعد 30 كيلومتر شرق محطة البترول، إذن هاي محطة البترول وهاي البلدة، البعد بينهما 30 كيلومتر. بينما تقع بلدة واو على بعد 40 كيلومتر شمال محطة البترول، شمال يعني بدها تطلع عمودية، لأنه الشرق والشمال شمالهم متعامدين، هاي مهمة جدا المعلومة. إذن هاي واو كويس وهاي 40 كيلومتر. يصل بين البلدين طريق مستقيم، هاي طريق مستقيم، إذن صار هذا وتر، هذا راح يطلع 50 كيلومتر. بتعرفوا كيف طلعتها بسرعة من المثلث في دغور 3 4 5، إذن هذا بيكون أيوة. جد أقصر مسافة بين محطة البترول والطريق، أقصر مسافة يعني بدك تجيب عمود اللي هي المسافة البعد بين النقطة والخط المستقيم، بدك تجيب هذا البعد. هون عندك إشكالية، ما عندي لا إحداثيات ولا نقاط ولا إشي. طب هذا كيف بدي أحله السؤال؟ تعال شوف كيف الكتاب حاله ونمشي عليه. هنا راح على طول نقل، شوف الفكرة الرئيسية كيف نقل الرسم كله على المحاور الإحداثية. طب مين قال لك تحط محطة البترول عند 0 و 0؟ اختياري، ممكن تحطها بأي مكان بدك إياه. البعد هذا 30، إذن هذه النقطة راح تكون 30 و 0. البعد هذا 40، إذن هاي راح تكون 0 و 40. الآن بمعرفتك لهذه العملية بإمكانك تطلع معادة المستقيم واو دال. إذا طلعنا معادة الخط المستقيم وعندنا إحداثياتها بنجيب البعد بين نقطة وخط مستقيم. أتوقع ما في داعي نحله بالتفصيل الممل، لكنه يعني الفكرة بسيطة جدا. إذا إحنا بنجيب معادلة المستقيم، ثم بعد حساب معادلة المستقيم بنطبق قانون البعد بين نقطة وخط مستقيم. فكرته بسيطة جدا. الآن حل المسألة الواردة في بداية الدرس أتوقع لن يختلف أيوة عن ما فعلناه في هذا السؤال. خلينا نرجع لبداية الدرس.